قال ولا تحل الزكاة لغني، لا تحل الزكاة لغني، لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة فرأى فيهما جلدا وقوة، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.